جلسة مازون الفقهية الجزائرية هي عنوان لملتقى الدولي للشيخ الرماسي الذي تنظمه وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بولاية غليزان. وعلى مدار يومين انطلقت فعالياته صبيحة اليوم في غياب الوزير الجديد للقطاع محمد عيسى، حيث كانت الانطلاقة ناجحة وبحضور قياسي للمشاركين الذي تجاوز عددهم 1000 مشارك من داخل وخارج الوطن بهذا الملتقى الذي يهدف إلى تكريس المرجعية الوطنية وإبراز إسهامات المدارس الجزائرية على فقهاء المغاربة. الهدف الأساسي لهذا الملتقى هو أننا نقدم للشباب الجزائري دور المدارس الحواضر العلمية، دورها في تأثير ليس فقط على الجزائر ولكن على الحواضر في المغرب العربي وعلى إفريقيا، بحيث أن الإجازة مثلا إجازة مدرسة مازونة ما يسمى اليوم الدبلوم كان سببا في توظيف في القضاء في المغرب، بمعنى أن المغرب الشرقي مثلا في وجدة والناظور وغيرها كان لا يوظف قاضيا إلى حدود الأربعينات من القرن الماضي، لا يوظف القاضي إلا إذا تخرج من مازون. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تأتي الطبعة الثانية لملتقى العلامة الرماسي التي تحتضنها ولاية غليزان تحت الرعاية للسيد فخامة رئيس الجمهورية، في إطار العمل العلمي والثقافي الذي تقوم به وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالتنسيق مع مديريات الشؤون الدينية والأوقاف والولايات المختلفة. الملتقى عرف محاضرات قيمة ألقاها نخبة كبيرة من الدكاترة والمختصين في المجال الفقهي وبحضور مميز لفقهاء من تونس والمغرب ولبنان. هذه الأخيرة التي أوفدت الشيخ محمد الإدريسي أحد الفاعلين بدار الفتوى بلبنان، والذي يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، حضرنا إلى بلادنا الجزائر، هذا البلد العامر، وفي الحقيقة الذي اكتشفنا بعدما وصلنا إليه أنه بلاد يزخر بعلمائه ومثقفيه، والحركة الثقافية الموجودة فيها موجودة فيه، والموروث التاريخي الموروث الثقافي اللي فعلا تأكدنا أنه حمى لحمته ووحدته الوطنية. ويستمر الملتقى ليوم آخر، ومن المنتظر أن يلتحق الوزير محمد عيسى للإشراف على مراسيم الاختتام التي من المفروض أن تتوج بتوصيات وتدوين كل المداخلات والمحاضرات في كتاب سيطبع لاحقا.